مثلا نرجع للاندوكرين، طبعا اثناء ما بتاخد اي سيستم كده فانكشن، لكن لما تاخد سيستم واحد مش مالك الكل. يعني اتكلمنا على الاستمك والاندوكرين بعد كده صح؟ اتكلمنا على الاستمك والاندوكرين بعد اللي سيلز والليبر، اتكلمنا على الاندوكرين بعد. ايش ايش الاندوكرين بعد؟ ايش الليبر؟ الفول مبيتين يقول هرمون ولا لا؟ من ضمن الاندوكرين البنكرياس نفس الحكايه، لما تشوف الاندوكرين سيستم هتاخد كل هذا من جديد، هتاخد الاندوكرين البدء هرمون جلد وتاخذ الجلد الباقي اللي متوزع في كل مكان. فهذه فكره تحصيل، يعني لو ذاكرت كويس وتوصل من عينك للحاجه الكبيره بس تاخذها. طيب حتى النيورال لما تكلمنا على سمة الكوارتر وغيره وتعال بدا ذلك نيرف سيستم. وبرضه عاوز اتكلم هذا كله، لكن المشترك انه عندكم اساس سابق. عموما البنكرياس بيشتغل شغلين. اندوكراين وزوكراين. نسيت الكلام. اندوكراين وزوكراين. الاندوكراين البراد اللي بيفرز ايش؟ هرمون. البلاد فيجلز يعني جلاند بشوف مياه الغدد الصماء، مش هذا الترجمة العربية؟ ايوه صماء يا جماعة ما بعرفش معاها دكت، مسمى دكت لس، دكت لس ما بعرفش معاها جلاند دكت، يعني لا من تفرز حتى هذا السكريشن الا الدم مباشرة، بتشوف الجلاند وحولها دفعات واحدة. بتشوف هذا الجلاند؟ ايوه هذا الاندوكراين لمبارك، وهذه لو نرجع للصورة السابقة هذه من؟ مش هذه، هذا اللي في الوسط، هذا الاندوكراين. شوفوا شكل الاندوكراين، هذا شكل الاندوكراين. يعني لو شفتوا الجلاند مع هذا يخرج منها سكريشن هتسميه اندوكراين، وتفرز اسم ولا هرمون؟ لكن لما اقول اندوكراين هرمون يحس جلاند السكريشن يروح عن طريق البلاد حولها يعمل يخرج عن طريق الجدار بالفعل. ايش اسمه عملية ترانسبورت؟ التايب اوف ترانسبورت للهرمون من داخل الخلية لداخل الدم. ايه بس وسيم؟ عارف تقول يا باسل؟ قول حق الباسل. ايه بس وسيم؟ عارف تقول يا باسل؟ عارف تقول. الله ما شاء الله. طيب انت بتقول حق الكلام تحصل لحد. ايش اللي بيحصل؟ كيف تخش تتابع بس وسيم؟ تجيب لها اليول وتمسك الجدار وتفتتح. هذا كلها مش تعتبر حركة؟ حركة يعني طاقة. طاقية عليك عشان تتبع. الوحيد الترانسبورت اللي هو باسف من هو؟ هو مش واحد طبعا، في حاجة تانية. الديفيوجن من نوعين صح؟ السمبل السمبل والفاسيليتيتد. وايش التاني اللي هو باسف؟ اسموتف. وايش الثالث؟ فلتريشن. فلتريشن وين موجود؟ في الكدني. الكدني. هذا الثلاثة اللي هي باسف اللي بالجسم، ما خلوها تكون طيب. الزوكاين زي ما اتكلمنا نسميها نسميها اللي بتكون هرمون مع الانسولين والجلوكاجون، والزوكاين مع البنكرياتيك انزيم اللي تكلمنا عنها تكلمنا عنها في الديجستيف. طيب يقول لك هنا البلاد سبلاي مع السبيريا، هذا اللي احنا كنا بنقول بس ذكرتها هنا اللي البنكرياتيك انزيم ارتريو حق البنكرياتيك انتوا عليها تقولوها هذا مش عليها. طيب نشوف هنا الفانكشن يقول لك ان الزوكاين بلاند عبارة عن سيلز بشكل أسنان. كلمة أسنان ما أخذناها من قبل؟ سلمان جلان صح؟ عبارة عن ويسلات، عبارة عن ويسلات تشوفوا كل شكلها تصب إلى دم وبعدين تخرج منها. الأولى لك عبارة عن سلمان جلان من السنة الشهر من دفع أسنان تسميها الفولاي. أكيدا يا مجدد هي المقصود كلها بنكس هي هذا الفكرة، ولكن هذا تتحول الى سنجل لاير اوف سينر سيلز. السينر سيلز عباره عن كونتين زي موجين جرانيول بتكون زمان زمان في السيلز. قلت لكم ان الخليه تعتبر جمله الفانكشن ولكن تتغير حسب الفانكشن. قلنا في واحده من الخلايا موجوده في السيلز تكون مليانه السيست الجرانيول اللي كنا سميناها ايش؟ مش زي الوجه بتاكل اسمها ثانيه سكريتوري اورجنز. سكريتوري اورجنز هو اللي كنا بنقول زي الاكياس وداخل
انزيمات ولا بشكل انكتف وشكلها بيكون خارج الخلية. الكره ده كلام ولا لا؟ وجبت لكم صوره بيقول لي انا ازرق كده الدوائر جلوبيول زي الجلوبيول. عموما هذه الخلايا اللي تختلف طبعا الخلية كلها لا تختلف بس كنا لقيت كل شويه لقيت شويه. المهم الفكره انه هي معنا اورجانيل بشكل زي الجرانيل بتكون موجوده داخل الانزيمات بشكل انكتف. واحدة من ضمن الأورجانز المهمة اللي هو البنكرياس تكون داخلها. الفكرة الآن إنه هذا السكريشن وتبدأ تفرز إلى داخل هذه الفراغات توصل إلى مكان اسمه انترلوبولار تحت هذا الكتلة الصغيرة بعد لما تخرج للميل وبعد ما تصب كلها إلى البنكرياتك ده للاتصال مع الكولون باير ده تسمى بنكرياتك ده تصب إلى سحب الدينا معاكم من الأمبولار باتا أو السمكتر اسمه التحت هذه طبعا آخر دفت تسمى لايرستونج دفت هي هذه شوفوا شكلها هذه هي الدفت اللي موجودة اللي تصب مباشرة إلى خارج الليفر يقول لك بعض الناس في معهم أكسسوري دفت واحدة ثانية ممكن تصب إلى خارج كمان تسمى دفت أوف سان تركيا أنا أسمى العلماء اللي اكتشفوها الواحد يسأل المسلم النيرف سبلاي للبنكرياس ايش هو؟ معانا لوكال ومعانا سيستميك اللي هي الاوتونوميك نيرفس سيستم من الاوتونوميك سمبلاتيك مبارا نفس الافكت على الجي اي دي ونفس الافكت على البنكرياس الجارة سمبلاتيك بايزيد سكريشن وسمبلاتيك باي نقص سكريشن هذه صورة ثانية هذا هو الدوكال بار وهذا الدوكال بار هنا بتشوفوا ما فيش فيها دفت والبلاد فيزنس حولها في لونين من الخلايا صح؟ في لونين ألفا وبيتا ألفا تفرز بروكاربون وبيتا تفرز شوف طيب البنكريات الجوز البنكريات الجوز يقول لك هنا إن الفوليوم تقريبا من 8 إلى 500 إلى 800 ملي بير دي طبعا بيكون الكلام ولا أسيتك؟ الستينال سكريشن هو البنكرياس سكريشن والليبر سكريشن عبارة عن الكلام من هو الأساس سكريشن الأزواتك أو الأساس الكلام دي بتكون قريبة من الليبر سكريشن يعني تقريبا مثليها من 1.0 وهذه 1.0 طيب الكمبونات البنكرياس الجوز خلاص يا شباب نفس الفكرة 99.5 متر والنص في المئة عبارة عن سكريشن كلها قريبة من بعض الباقي عبارة عن أورجانيك ونان أورجانيك الأورجانيك من معنا الإنزيم وبعض البروتينات هذا الإنزيمات اللي تكلمنا عنها من هي تريبسين كيموتريبسين كاربوكسين فايبيز نيوكليز لاستيز كولايتيز فابيوز أو كولانجي كولا جينيز من الجدار أيوة أول ما خطوة أي شيء واحد إيش منين تيجي البيكربونات الماء يرتبط مع ثاني أكسيد الكربون في وجود الإنزيم هذه من ضمن الدروس خلاص يا شباب هذه من ضمن المواضع اللي شرحنا في السنة الأولى اللي في موضوع الأسيد بيسبلز في معانا
معاد ولا نمشي لكل مكان، اي مكان في بي اتش بي اتش تشيب اللي هي الاسيد بيس بالانس، سواء كان باليومن سواء كان بالسيلز سواء كان بالبلد سواء كان باي حتى بالانتراسيلولار. الفكره كلها عمليه تكوين البيكربونات والهيدروجين ايون كلها تمشي تحت معادله واحده، النسيج والتو يرتبط مع الماء بوجود الانزيم، هي هذا الخطوه الوحيده اللي تحتاج انزيم سواء كان رايح ولا راجع. طبعا هذه المعادله من صفاتها رايحه جايه، عارف رايحه جايه؟ يعني ممكن تمشي باتجاه ان السي او 2 يرتبط بالماء يكون بيكربونات وضع الى يصل الهيدروجين ايون والبيكربونات، او ممكن الهيدروجين والبيكربونات يرتبط بوجه العكس. لكن ايش شغل الانزيم هنا؟ ما بيجي لا بهذه الخطوه ان السي او 2 يرتبط بالماء فقط رايح جاي. فهمتوا الفكره؟ في هذه الخطوه بالذات بهذا المكان شوفوا الاتش 2 والسي او 2 شوفوا الصوره عشان يروح يكون لي الكربونيك اسيد لازم يكون هذا الانزيم الكي اي الكي اي سي اي سي اي قلت الكي اي هذا الانزيم كربونيك انايزيد لازم يكون موجود عشان يتكون كربونيك اسيد من ثاني اكسيد الكربون الماء لازم هذا الانزيم موجود. هذا قاعده تاخذها. طيب وبعدين يكون لي الكربونيك اسيد، كربونيك اسيد يعتبر انستيبل كومباوند صح؟ مباشرة يتحلل، ايش يكون؟ الهيدروجين ايون والبيكربونات. البيكربونات تروح لليومن لهنا والهيدروجين ترجع للدم. طبعا العملية هذه تحصل بالعكس في الاستومات صح؟ كيف؟ نفس الفكرة، السيو دو معاه ما يكون الكربونات اسيد، موجود الكربونات اسيد ديزاين، الهيدروجين يدخل لليومن والبيكربونات ترجع للدم. في زي عملية البالانس بتكون موجودة. صح بيحصل تغيرات؟ متى بيحصل التغيرات؟ لو فرض ان المريض كان عنده فومتنج دائما يطفش يعني انه في ناس لسه ما وصل لعنده. طيب انا لما اطفش مثلا بسبب فتره طويله او فتره كبيره الهامش هيدخل يدخل ويبدا يبرز الدم فيدخل المريض بايش؟ ميتابوليك الكنز. والعكس صحيح لو المريض عنده دايما اسهال كثير الاستومك ما يشتغل الان الاسهال انه يخرج من بيكربونات والهامش يدخل لا دم فايش يحصل لما الان؟ ميتابوليك اسيدوسيس. فهمتوا الفارق الان؟ العملية هذه لازم تحصل بالعكس. لازم إذا البيكربونات دخل اليومين الهيدروجين هو نزلت في المعادلة يرجع للدم. ولو الهيدروجين لم يدخل اليومين البيكربونات ترجع للدم. تفضل. زاد البيكربونات في الدم الكالوسيس. زاد الهيدروجين اسيدوسيس. بعدين نوعها ايش؟ ميتابوليك ولا اسبوريتري؟ بما ان اللنج ما لهاش دخل في الموضوع ميتابوليك. وصلت الفكره؟ هذا المفروض مدروس حق سنه ولا اللي شرحناه. طيب عموما كان يقول لك الغرض الايم اوف هاي كونسنتريشن اوف بيكربونات ان بيكربونات جوس ايش؟ ايش الهدف؟ ليش الله سبحانه وتعالى خلق انه اول ما ينزل الكايم للدودنم تجي له افرازات بشكل كميه كبيره من الانتستينامون من الليبر من البنكرياس كلها تحميها فبتعمل الايم الاول عمليه بروتكشن اوف السيستم الجلوكوزا عشان تحميها من الاسيديتي. عشان الغرض الثاني اكتيفيشن النيوتراليزيشن هي نفسها اللي عملت البروتكشن نيوتراليزيشن اوف اسيديتي كاي تو بروتكت السيستم الجلوكوزا والثانيه اللي سميناها اكتيفيشن. طيب هذا هي نفس العمليه اللي قلنا عليه السيو تبع البيكر مع ثاني شيء كان يتحلل على طول هيدروجين ايون و البيكربونات تدخل الدم. يقول لك هنا في النهايه انه البيكربونات الان ما تخرج صح؟ الهيدروجين لما دخل شوفوا الخطوه اللي فوق ايوه الهيدروجين عشان ينتقل للدم اكتف مش بس وينتقل للسيستم العمل الصوديوم. الصوديوم هنا ايش يعمل؟ الصوديوم يخرج الى اليومن ويرتبط مع البيكربونات تسمى بيكربونات الصوديوم. يقول لك طيب الان يقول لك الامور يحصل فيها امبالانس شويه فالماء ينتقل مباشره من داخل السيركوليشن الى الكنال فيساعد الامور تتحسن شويه. هذا حركه الماء هذه صوره ثانيه اوضح من هذه الصوره بس شكلها كذا هذه نفس الفكره هذا CO2 يدخل بالباس الديفيوجن
البريد على المحك ممكن مطلع تقدر الاكيوت انفلاميشن ممكن يدخل من الهيدروكلوزد بريدنج في معانا حاله الان بس لان المركز الجمهوري ما في فيري باد كيس وما اعلم ليش ولا عموما فالله سبحانه وتعالى خلق لنا هذا الانزيم يفرز ما بين كده سبحانه وتعالى ينهمش لمن للترسيم طيب معنا الانزيم الثاني اسمه كيمو ترسيم اسمه قبل ما ينشر كيمو تريبسينو جين فندي نشطه ترسين الترسين هذا بنشطه لما ينشط راح يحول البروتين الى بوليمر الانزيم الثالث اسمه الفوكسي بيبتايديز اسمه بالشكل الان اكتب ايش بروك الفوكسي بيبتايديز ايه بدك تذكر من الدول طبعا البروتين هو عباره عن ايش مجموعة من الأمينو أسيد مرتبطة بروابط على حسب ترتيبها يتغير نوع البروتين على حسب الترتيب على حسب مدى الارتباط على حسب عدد الأمينو أسيد يتغير هذا البروتين طيب فيروح يكسبلت من البوند أو الروابط يكسبلت بوليبتايد عند هذا البروتين إلى أمينو أسيد فالفكرة كلها في عملية تجسس البروتين تحول البروتين إلى هذا معنى النيوكليز نيوكليز يعني حاجة كلها تبع نيوكليز صح؟ إذا بنروح لمن؟ للرينو نيوكليز أو الديوكسي نيوكليز اللي هي الدي إن إيه والآرينة وراح يعملها في الجسم ويحولها إلى مونو نيوكليوتايد معنا الإلاستيز على ما بيشتغل على الإلاستيك فايبر ويحوله إلى فايبر الكولاجينيز يشتغل على الكولاجين ويحوله كمان إلى سندل الكولاجين طيب الآن بيجي شوف كربوهيدرات الكربوهيدرات من معنا؟ فانزيم واحد موجود من البنكرياتيك أميليز البنكرياتيك أميليز اللي موجود كومبوزيت بستاش إلى ديكستراب المالتوز المالتوز من إيش مكون؟ من جلوكوز وجلوكوز في معانا طبعا الدايس الكرايت اللي ثلاثة نقولها تخرج لها انزيم من ضمن السكس البريكس في الكلمة اللي هي الانتستينال ستيشن أو نسمي الانتستينال جوز اللي تخرج من الانتستينال يروح يكمل بكية الهرق إلى مونو سكرات بعد ما يستطع طبعاً إحنا شرحنا كيف عملية الأبزورشن. طبعاً هذا الكلام اللي بنشرحه ممكن يغنينا على المحاضرة اللي بعد هذه. معنا محاضرة كاملة بيجسس الأبزورشن. تكلم شرحنا. فممكن نعطيكم تقرامس. شرحنا. أنا مش محاضرة ما شرحت بس. وتعطى اللي في جزء كذا منه ما شرح. نتكلم عن المرة الجاية. طبعاً مش اللي بدل هذا. معنا إنزيم اسمه. لكن يعني كلا جيز. طيب أسألكم هنا سؤال. مش اتفقنا أن لما أخذ فيسيولوجي عشان اعرف النورمال فانكشن لو حصل اي باثولوجي في معايا بارامتر اروح اقيسها اللي ما عرفنا ايش البارامتر صح؟ البنكرياس من ضمن الاشياء اللي ما بقيسها هي الاميليز ومن؟ الليبلز لو ارتفعت في الدم هذا عنده اكيد بنكرياس مفهومه؟ فعندنا البنكرياتيك ليبلز يعتبر باورفل ليبلتيك انزايم بيعمل في الجسم لمن؟ للليبر فيحول البيتريفات الى مونو فاتي اسيد فهنا بيقول لك انه ده جزء من تريجليسريد الى مونوجليسريد اند فاتي اسيد اكتيفيتي بنكرياتيك لايبيز كيف يحصل اكتيفيشن للبنكرياتيك لايبيز؟ من ينشطه؟ الالكلاين والبايد بس الالكلاين ميديم اول ما يوصل اللايبيز الى داخل الانتستين الالكلاين ميديم الوسط القاعدي يتنشط ف the addition of the offered the بنكرياتيك لايبيز required two major factor اول خطوه هي ايش؟ وجد من؟ البايلسول طيب سؤال هنا هل البايلسول بيساعد في عملية الديجيشن؟ لا ايش بيعمل؟ تحفيز الملسيفيكيشن يفكفك الجلوبول الفاتة اللي هي الكرة فكفك عشان يبدأ يشتغل الأذر انزايم في معنى حاجة اسمها كولايبيز كو ايش معنى كلمة كو؟ مساعد يعني شو الأساس؟ كو بالكلمة كولايبيز تو ديجيشن للبيتريفات أو الديتريفات تقريبا نقول لك 80% وفات ديجستد باي بنكرياتيك لايبيز وطب لو حصل هذا اللايبيز نقص يدخل المريض بحاله اسمها
فادي فازين الشباب اللي جالسين زي الضيوف يتكلموا هذا من ضمن الهيستوري عشان تقدر تميز فرضا فرضا كان الشخص هذا بعيد ايام بعيد اجازه بطريه وجالك يقول لك عندك ديار والشباب كيف صفاتها وتعرف انه ايش المشكله بالضبط فبيجي يوصف لك يقول لك الاسهال مش اسهال كثير بس رطب ايش كمان؟ بلا تنسف اي ريحته وعفنه ريحته مميزه يلصق في المرحاض يكون زي الدهن كده ويلصق يكون زي اللامع هذه كلها اول ما تسمعها من المريض عارف ان هذا عنده فات مال ابزوربشن سواء كان بسبب نقص الانزيم سواء كان بسبب وجود انفلاميشن في الدرجه المعاد سواء كان بسبب الجارديه مثلا طبعا الجارديه لو جيت اعمل لها فحص غالبا ما اشوفهاش الغالب ليش؟ لان انت رحت تلصق جدار الديدنم بدات في اثبات الديدنم فممكن انا اشوفها بالاسطول ممكن لا لكن المريض اذا جالك كرونيك ستاتوريا الوصفة الاسطول هذا غالب يكون عندهم جاردر فممكن تشوف سيست هذا يفترض انه يتعالج. طيب معانا انزيم ثاني اسمه كوليسترول استريز. كوليسترول استر هيدروليز هذا بيحول الكوليسترول يكسر رابطة الاستر ويحوله الى فاتي اسيد. طيب معانا كمان فوسفولايبيز ايه هذا يحصل له اكتيفيشن بواسطة التربسين ويعمل ديجيسيل للفوسفولايبيز يعني الجدار الخلية طبعا اللي بناكل هنا البروتين يا برا خلايا صح؟ يا مسلز يا خلايا من الجسم الحيوان اللي بتعبره فيعملها ديجريديشن معانا فوسفولايبيز دي نفس الحكاية نشط التربسين وهذا راح يكسر الوابط لايزو فوسفولايبيز معانا فولايبيز هذا مساعد كمان بيعمل اكتيفيشن معانا بايسول بيعمل اكتيفيشن يساعد هذا ما معي شخص اكبر مني تقدر تشوفه هذا انت قولي هذا طبعا هذا التجميع كمان هنا السلبريه بليز يبدأ يضمن الكربوهيدرات هنا شوفوا كمان مش بسهم واحد وهي اللي بيخليها الانتستن وهذا البروتين ويضمن في المعدة ويضمن البروتين في البداية عبر البروتين بعد ما بيت الانزيمات في البنكرياس وبعدين نكمل في الانتستن هذا نفس الفكرة ارجع اقرأ هذه المجموعة الكلام اللي تكلمنا عليه طيب عملية الريجوليشن خلاص يا شباب عملية الريجوليشن والبنكرياتيك سكريشن هل البارا سمباتيك اللي هي قلت لك على ستة كل له دور بعد يقول لك هي بتمشي الريجوليشن اوف بنكرياتيك خلاص يا شباب الريجوليشن اوف بنكرياتيك سكريشن بتمشي بنفس الطرق اللي تكلمنا من قبل مش عملية الشمر والجزء هي بريفيسز عملية اللي هي الجاستريك ريجوليشن كمان بريفيسز اللي خدنا السيفاليك والجاستريك والانتستينال هذه نفس الفكره مع جاستريك مع سيفاليك وجاستريك والانتستينال لكن بقول لك انا بدانا البدايه يقول لك ايش البارامتر ايش السبستانس اللي بتعمل ريجوليشن اول واحده من هي بس تقول لي بس ايش اللي ناقصها؟ الكوليستيكينين مو مفز ايش يعمل؟ السكريشن شو هو الاساسي؟ يعني البنكرياس ولا على كل بلاد؟ ولكن بيشتغل على البنكرياس صح؟ كمان السكريت منين يفرز؟ من الجيجيم من الجيجيم من جبال السمول التستين تأثيره على من؟ على البنكرياس اساسي بيقول لك في فرق بسيط ان الكوليستيكينين يفرز بسبب وجود الفات صح؟ ويكون تأثيره اكثر حاجه من خرج الانزيمات السكريتين اكثر من يحفزه هو الاسيديتي فشغله الاساسي من خرج الالكلين جوس فهمتوا الآن؟ حسب المحفز تكون ردة الفعل، بنشوف الآن. بقول لك هنا ده أسيتال كولين، ده بولست 2 أسيتال كولين عند كوليستيكينين استمر ده أسينال سيلز، احنا اتفقنا الأسينال، ضمن الاندوكراين ولا الاندوكراين؟ الاندوكراين يعمل بروتكشن بلاج كوتينج البنكرياتيك ديجستيف انزايم، إذا التركيز الأساسي على من؟ على الإنزيمات عشان تساعد في عملية التركيز، يعني كمية المكب بتكون بينما في حالة السكرتين عجائب هذه نقاط مهمة ومحل أسئلة هذه السكرتين من اللي بيحفز خروجه؟ الأسيتيك ميديم أول ما يوصل الكائن الأسيتيكي يحفز البي اتش ريسبتور بتروح تخرج لي السكرتين فبالتالي التركيز الأساسي للردة الفعل الريسبونس للسكرتين هو عبارة على ايش؟ جوس ويت هاي الكلاين فبالتالي بتكون كمية الماكي أكثر هذا بيكون عبارة عن زمود زيادة هذا بيكون عبارة عن سرس أو اكتشف التركيز الماء فيه مع الجيكربونات.
ورجعوا كل هذا. طبعا هذا الكلام اللي عند الصوره مهم، هذا بيشرح لك كثير من الكلام اللي احنا بنشرحه. يعني برضه هنا بيقول لك الاسيد فروم ستومك ريليز ذا سيكريتين، بس الكلمه مول ذا دوبينام فاتس ذا امينو اسيد كوز ريليز ذا كوليسيستيكينين. فبعد ما تتكلم السيكريتين اند كوليسيستيكينين ابزورب انتو ذا بلاد ستريم. الستيم اوف بنكرياتيك سيكريشن زي ما اتفقنا كان معانا فيسز سيلفر، معانا السيفاليك فيس، معانا الجاستريك فيس، معانا الستيم فيس. على حسب فهمنا الان هنقول لكم كل واحد ايش معناه. لما اقول سيفاليك اكثر شيء بيكون هرمونال ولا نيورال؟ نيورال. النيورال نوعين، كونديشننج وان كونديشننج. الكونديشننج اللي زي ما ان انا اشوف اسمع واحد حاجه اكون لازم اكون عندي معلومه سابقه. يعني لما الولد الطفل يكون عنده عين كونديشن ريفلكس، لو احط الاكل في فمه ما بيدري انه هذا اكل، لكن لو يشوفه مش عارف، لكن وانا عارف انه اكل فتحفظ مباشره ويزيد السكريشن عندنا. طبعا السيفاري فيس بيحفز كلين، السيلفاري سكريشن، الجاستريك سكريشن والبكتيريال سكريشن. حلو السيلفاري سكريشن كلها بتحفز، لكن بعد الحاله حسب النقطه بيبدا التاثير الثاني. معنى الجاستريك فيس؟ الجاستريك فيس بمعنى ان الاكل وصل الى الاستومك، الاستومك الاكل وصل للانتستين شو تهضمه؟ لكن ما يزيد فتعمل الانشن لها. اول ما يبدا التاثير يقل السكريبت الكوليسيستيكين تشتغل المعده من جديد، وفي عمليه في عمليه كوردينيشن هنا. طيب الاندوكرين فانكشن هذا كلنا عارفينه وما يعاد، حاولت انها ما تكونش كثير. اهم شيء الفكره انه معانا تو تايب فيسلز موجوده في فيزر لانجن هانز. طبعا هذا زمان كان في برنامج تلفزيون اسمه المعلومات الكبيرة صح؟ اسمه؟ كنا نشوف واحد صغير اسمه، كان الموضوع اسمه الذهبي تقريبا. نسيته. في برنامج كان جميل يعمل زي مسابقات. كان يجيبوا من شركات من طلاب يعمل مسابقات بين اثنين يعني من جهتين، فكان برنامج مشهور. الفكرة انه كان من ضمن الاسئلة ان تقع جزء من لانجر هانز. هذا عارفه وعارفين زمان من صغار ابتدائي. فكل انا جالسين وين هي؟ كل واحد في دولة يعني. فخلاص في دولة البنكرياس. جزء من الجهاز. طبعا هي نوعين من الخلايا، هي ثلاث انواع بس احنا بنركز على هنا نوعين. الالغا تربيت الالغا تخرج لنا الكربون تربيت الفتاة على السويس اللينسويس والمنطقة الأساسية عبارة عن بكريات المريض يدخل دامج اكثر. ولو جاء لكم مريض الطوارئ في حاله كوما
جيت اقول لك على مثلا انا مراهقه وجيت مريض تقول لي ايش سبب ايش هذا المريض؟ اقول لكم عنده سكر وجيناهم وقع عليه في البيت. اول جرب اقول لكم كذا عنده سكر او فرضا انا ما اعرفوش وجيتهم لقيتهم رجل بالشارع اخذتهم للطوارئ ايش عنده؟ ما اعرفش انا لقيته مقمع عليه او اقول لك انا هذا قريبي اب ولا ام ولا اخ ولا اي حد ما عارف انه عنده سكر من هنا مرضي مقمع عليه. انا بفكر بفكرتين يا هذا الثلاسيميا يا هذا الثلاسيميا والثنتين انا ما غيرهم. طيب ايش اعمل الان؟ احل جلوكوز تيست. طبعا لو كان الجهاز جنبي لو كان الجلوكوز متاح موجود مباشرة التست من غير سؤال قرر ايش بعمل؟ يدي السكر يدي الانسولين. هذه الصورة تذكروها لما تكون في بطانية لسه جديدة ولامعة
والشعر حقها طويل شبهها. أصحاب السيليا حقها ابن عبد الملك يكون شكلها أتوفي. عزيز أخذ بيبسي ولست بدرجة يقولي عنده بلاي أتوفي. اتفقنا؟ أسستك فيروسس واحدة من الديزيز وأساس أن يكون في اللايف، وذاك له تأثير كمان على